أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ سؤال، أإله مع الله؟ شي ناس يظنوا صاع ان يرزقهم خاتم في دينهم، يقول هنا الرزق. زين من هين قابلنا ذا مشترينا من واحد، زين انتوا ذاك لو يعرف انه في رزق اي بايعك انت شو شوي عقل، كان يخليه حال الرزق، لكن بايع عنك. واحد يقول انا مشتري خاتم باربعة ريالات، واحد يخبرني هذا الثاني قال باربعة ريالات، ويوم شاف هذاك في يدي قال ابغى هذا الخاتم، قال لا 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 الا ذا، كل ذا موجود هنا في اشتريه الا ذا الخاتم، قال لا عقب انا ابغى هذا، واشترى ب 600 ريال من عنده. هي نعم دقي، يعني نبصر انه عندي وطيه اقول لكم بكل صراحه، اذا تمشي بها في الاحصاء ما يعورك الاحصاء، معي نعال. وإذا في المسامير يعني أمر عليه قه، المهم هذه وطيه فما بيعها غيرها، زنوبة ما زنوبة بايعكم إلا ذيك الوطية. زين وتعال عد أبايعك إياها.